قطاع النفط وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني هو العمود الفقري للاقتصاد. دكتور محمد زايد عوض، بدءا نرجو أن نتعرف على أهمية هذا القطاع في دعمه للاقتصاد الوطني الكلي في السودان. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم أنه يعني النفط، أو كما يسمى في كثير من الأحيان بالوقود الأحفوري، هي إحدى دعامات الطاقة، ودعامة أساسية جدا. نحن نتكلم عن دعامات الطاقة، بنتكلم عن الوقود الأحفوري، بيشمل الفحم الحجري والبترول والغاز، وعندنا برضك الطاقات الجديدة والمتجددة ك دعامة أخرى، وبعدك عندنا الطاقة النووية كدعامة أخرى. ولكن النفط يعني تميز بأنه سهل الاستخدام في كثير من الاستخدامات، يعني وفي قطاعات مختلفة، يعني تستطيع أن تستخدمه في النقل، قطاع النقل، وفي قطاع الكهرباء، وفي قطاعات كثيرة جدا جدا. فهو محرك رئيسي ومهم جدا جدا للاقتصاد بصورة عامة، ودائما بتأثر الاقتصاد يعني العالمي، بتأثر بحركة سوق النفط هبوطا وعلوا، ويتأثر أيضا هو بالسوق دائما يعني. فهو يعني بلا شك شيء مهم جدا. طيب الاخ دكتور محمد زايد، النفط واهميته، يعني رغم انه النفط يعني اكتشف حديثا في السودان هو في ال20 سنه الاخيره، يعني الا انه يشكل اهميه كبرى بالنسبه للسودان كبلد زراعي وبلد صناعي. الى اي مدى يعني اوفى هذا النفط بحوجه البلاد في هذين المجالين؟ لانه السودان بلد زراعي وبالضروره يعني ولج الى مجال الصناعه في الفتره الاخيره في عدد من المجالات الصناعيه. نعم أستاذ حسن، يعني نقول الاستكشافات هي بدأت مبكرة في نهايات العام 1958، كان أول بئر اتحفرت في البحر الأحمر. ثم بعد توالت يعني الاستكشافات، يمكن في كان شوية يعني ممكن ما في كان استكشافات ولا نشاط استكشافي في الفترة في الستينيات وبداية السبعينيات، ولكن في منتصف السبعينيات وعن طريق شركة شيفروم يعني كان في نشاط مكثف في مناطق غرب السودان وفي أواسط السودان وعلى البحر الأحمر. ووقتها يعني بدأنا نشوف اكتشافات، يعني الاكتشافات بدأت في نهاية السبعينيات. لكنها لم تستغل طبعا لا لم بصورة، تستغل، نعم نعم لم تستغل بصورة يعني زي ما يعني حصل بعد ذاك. يعني في العام 1995 جئنا بالاستراتيجية اللي هو استراتيجية طويلة المدى فيما يختص باستقلال النفط المكتشف وتوسع في اكتشافات جديدة وكذا. فالثورة الحقيقية لاستخدامات النفط بدأ في العام 1995. نعم. نعم. طيب إلى أي مدى أوفت هذه الثورة التي يعني بدأت في عام 1995 باحتياجات السودان؟ لأن السودان كان يستورد كل المواد، مواد الطاقة يعني كلها كان يستوردها من الخارج. بعد نعم اكتشاف هذا النفط وهذا الذهب الأسود، إلى أي مدى استطاع أن يغطي حوجة السودان في فترة ال20 سنة أول 22 سنة الماضية؟ نعم زي ما ذكرت، احنا بدينا في 1995، لكن يعني بسرعة جدا، يمكن في خلال 4 سنوات بدينا حتى نصدر، أخذنا كفايتنا وبدينا نصدر. يعني يمكن أول باخرة طلعت من مواني بور السودان كان في 30 أغسطس من العام 1999، وكان يعني في زمن قياسي جدا، كونه في خلال 4 سنوات يحصل يعني تطوير للحقول، ثم يعني بدأ الإنتاج ونقل المنتج عن طريق أنبوب طوله 1500 كيلومتر من مناطق الإنتاج إلى بور السودان. ده كان إنجاز ما بعده إنجاز أبدا يعني. ويمكن هذا الأنبوب هو من أطول الأنابيب الموجودة في القارة الإفريقية، وأنجز في فترة وجيزة جدا، يمكن أقل من سنة بكثير يعني، وكان إنجاز كبير جدا. فنحن اكتفينا فعلا وبدأنا نصدر في خلال 4 سنوات. نعم طيب نحن يعني الآن في هذا الإطار، إطار عملية النفط والاستثمار في هذا الجانب، المعروف أنه كثير جدا من الدول يعني بدأت شراكات مع السودان وبدأت بهذا البترول كضامن لهذه الشراكات. إلى أي مدى استمرت هذه العملية الإنتاجية في الشراكة مع هذه الدول، ويعني سودنت العملية الإنتاجية بالنسبة للنفط كمنتج وطني؟ نعم
احنا حقيقة زي ما قلت البداية كانت مع شفرون، ولكن شفرون يعني بعد ان تعرضت لحجوم وفي في في مناطق الوحدة في العام 1983 وقفت النشاط يعني، واستمرت واقفة لحد زي ما ذكرت العام 1995. طيب شفرون طلعت، وبعد ذاك يعني العلاقات مع الغرب عموما ما كان علاقات يعني جيدة، والحكومة اتجهنا شرقا، ولقينا يعني أصدقائنا في الشرق الصين وفي ماليزيا يعني تلبوا الدعوة وجو، وبعد ذاك احنا بدينا معاهم العمل دي كشراكات، واستمرت هذه الشراكات حتى اليوم يعني. يعني أول شركة جات بدأت تعمل في 95 هي شركة سي ام بي سي اللي هو الشركة الوطنية الصينية، وبعد ذاك دخلت معها شركة بتروناس، وفي أخيرا دخلت أيضا الشركة الهندية او ان جي سي. ولكن قبل هذه الشركات بدأت شركة ستيت بتروليوم، وهي شركة كندية كانت، بدأت هذه العمليات وتوسعت الناي، بدأنا نكون نحن شراكات مع هؤلاء. وقامت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول في العام 1997، قبلها شركة بترو انرجي وقتها اسمها سي ام بي سي. فاستمرت الشراكات حتى اليوم، وهي شراكات ناجحة جدا جدا ومثمرة للطرفين يعني كانت. ويعني احنا حقيقة بعد ما شيفرون مشت غيرنا في نموذج العقودات. كنا بنشتغل بنموذج يسموها الكونسيشنري اجريمنت، خليناها نحن اتجهنا نشتغل بقسمة الإنتاج، نموذج نعم قسمة الإنتاج، ونموذج هو ممتاز جدا جدا، طيب ويعني انتوا وفرت يعني الكثير هذه للطرفين. القسمه يعني قسمه الانتاج نعم الان، يمكن اذا كان اول شحنه البترول صدرت في 95، وطبعا 99 99 ايه بدا الانتاج 95 واول شحنه صدرت 99. نعم طبعا كما هو معلوم انه الجنوب في 2000 يعني انفصل بعد ذاك، بعد 2000 نعم 2011 الفاشه، ويمكن بعض المواقع بتاعت الانتاج ذهبت الى الدوله الجديده في جنوب السودان. لكن هذه الشراكات يعني هل كانت هي مربوطه بفتره زمنيه محدده بعدها تؤول يعني للسودان، ولا كانت يعني اتفاقيات اصلا مستمره يعني لمدى زمني محدد؟ يعني هل هي مربوطه بالانتاج مثلا، الشركه بعد ما تخلص ما انفقته في هذا الجانب تؤول هذه العمليات، أم شراكات مستمرة في عدد من المواقع المربعات الأخرى؟ نعم، هي هذه المدى الزمني محكوم بقانون الثروة النفطية للعام 1998، فالمدى الزمني بيكون 20 سنة قابل للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى. دي 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 ده فيما يختص بالمدى الزمني. طبعا بعد ذاك ممكن نخش في تفاوض، وانا يعني نغير في البنود وكذا وكذا، في يعني في سبيل انه يعني نحسن، كل واحد بيحاول يحسن الوضع بتاعه. ولكن زي ما ذكرت يعني بعد 20 سنة المربع كما يعني هو الحال في مربع 2 ب بيقول للحكومة بعد ذاك بعد الفترة الزمنية المعينة دي، وهي ما مربوطة لا بإنتاج ولا مربوطة بطروب، مربوطة بفترة زمنية معينة يعني ما هي 20 سنة. الشركة تخلص ما أنفقته أو ما استثمرته في هذا الحقل، نعم، ولا بس 20 سنة خلاص لا 20 سنة خلاص. هي حقيقة لو عايزين نتفصل فيها بنقول هو دائما الفترة بتكون مقسمة، حتى ال20 سنة مقسمة إلى 6 سنوات في البداية بسموها الفترة الاستكشافية، وحتى الفترة الاستكشافية مقسمة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى عبارة عن 3 سنوات استكشاف، المرحلة الثانية عبارة عن 1.5 سنة، المرحلة الثالثة 1.5 سنة. الفترة الأولى فترة الاستكشاف يعني بياخذ الفترة كلها، بعدينك بعد ما يخلص الفترة الأولى المرحلة للشركة الاستكشافية بكون فيها بترول طبعا أو هو استخراج، هو ما 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 بالضرورة يكون يعني فيها بترول، قد يكون في حقل، ولكن أنتج. في هذه الحالة الشروط في بالنسبة للحقل بيختلف من الشروط اللي مناطق اللي ما فيها الحقل، نعم حتى ولو بقى المربع أو القطاع قطاع واحد. نعم إذا بقى القطاع واحد وكان في اكتشافات موجودة زمان، نحن بنقوم نطلع القطاع اللي فيه الحقول وبنعمله معاملة مختلف من المعاملة بتاعت القطاع اللي استكشافي. يعني لو اكتشفوا بعد سنة واحدة في 6 سنوات دي، نعم يعني هذا الحقل المكتشف الجديد بعد ينتج بعد سنة وبعد سنتين بيطلع من المدى الزمني بتاع 6 سنوات؟ لا ما بيطلع، بيكون هو ال6 سنوات داخل ال20 سنة.
لا يعني اقصد لك العمليه الاتفاقيه بتاعت نعم. العمليه الاستكشافيه بكل اتفاقيه برا. لا لا ما اتفاقيه برا، هي اتفاقيه واحده بس مرحله بمرحلة. مرحله استكشافيه وبعد ذاك ما في بعد المرحله الاستكشافيه بعد الست سنوات لو ما اكتشف خلاص انتهى العقد الى هنا وبتحمل هو النتيجه بتاعتك خلاص ما بترجع له فلوس لانه دائما الفلوس بترجع من المبيعات بتاعتك بتاع المنتجه يعني. فلو الحقل تم يعني لو حصل انتاج او حصل اكتشافات وحصل تطوير للحقول وبدا الانتاج هو يسترجع الفلوس دي باليه معينه بطريقه معينه في فترات زمنيه معينه بيبدا يسترجع الفلوس دي يعني. طيب الان بعد 22 سنه يعني من 95 البدايه بتاعت المرحله الاولى نعم. بهذه العمليات الاستكشافيه والان احنا في 2017 فتره بتاعت 22 سنه نعم. الموقف الان داخل الحقول يعني الى اي مدى اوفت هذه الشركات اكيد انه في شركه في مربعات يعني المدى الزمني بتاع 20 سنه خلص وفي واحده لسه يمكن نجات بعد 99 هي ماشيه على مشارف. الموقف الان في الحقول نعم. الآن الحكومة السودانية الآن وفي طريقه وكيف إدارته بالطريقة الجديدة؟ طيب إحنا عندنا حقول الآن آلت أو نقول قطاعات آلت لأنه دائما الاتفاقية مربوطة بقطاع ما بحقل يعني قطاع بيكون له مربع يعني عندنا مربع توبي هي من المربعات الآلت للحكومة وده كان في نوفمبر من العام 2016 ده بيقع وين عشان المشاهد؟ هو منطقة هجليج منطقة هجليج يعني. منطقة هجليج اللي هو المعسكر الرئيسي للحقول الموجودة في تلك المنطقة يعني ده قال كله إلى الحكومة السودانية؟ هو قال للحكومة بموجب الاتفاقية والمدى بتاعها يعني المدى الاتفاقية 27 سنة فبعد ذاك خلاص طيب طبعا بعد ما يقول بيكون أصلا في يعني مواطنين تابعين للشركات بالنسبه للشركات المستثمره بهذا الجانب كيفيه التعامل معهم بالنسبه للوظائفهم بالنسبه للمهندسين بالنسبه للفنيين بالنسبه كيف يتم التعامل معهم ايضا في هذه الحاله. هو طبعا لما يقول بس بيختلف بعد ده هو قال معناه شنو معناه بيجي ملك للحكومه بنسبه 100% نعم. بدل كانت هي شراكه بين الحكومه وبين تلك الشركات المستثمره ففي هذه الحاله الحقل موجود وهو منتج فما بيحصل اي حاجه للموظفين الموجودين يعني اجانب او سوداني الاجانب او السوداني لانه الشغل ماشي النشاط يعني مستمر كما هو يعني فما بيتاثروا هم اطلاقا فبس يتغيروا الشركة الشراكات هي بتتغير الشراكة نعم الشراكات هي بتتغير والشركة هم اللي بيتغيروا فنحن في الحالة الأخيرة على التوبي خشينا في تفاوض مع نفس الشركاء اللي كانوا في توبي الصينيين وماليزيين والهنود الشركات الشركة الهندية نعم ديل الكونسورتيوم نعم هذه المجموعة دخلنا معهم في تفاوض ويعني النتائج يمكن طلعت بنعلن عنها إن شاء الله في القريب العاجل يعني هو الحقل الوحيد الآن للحكومة السودانية هو الحقل الوحيد الآن. طيب لازلنا معكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد والسيد ضيفنا الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط والحديث يعني حول النفط وهذا المورد المهم بالنسبة للاقتصاد الوطني السوداني. السيد الوزير بعد أن انتهيتم شرقا والآن بعد بعض الحقول بدأت تؤول إلى الحكومة السودانية نود أن نتعرف على الرغبة يعني في الاستثمار داخل هذا القطاع قطاع النفط خاصة يعني بعد الانفتاح الذي تم الآن في العلاقات السودانية الخارجية والكثير جدا من العقبات التي كانت تعترض ما كان سابقا يعني في تحفظات الغرب وبعض الدول على التعامل مع الحكومة السودانية كيف الآن هو الموقف داخل الموقف الاستثماري يعني هل طرحتم مشاريع الآن للاستثمار هل هنالك مربعات الآن جاهزة هل في شركاء جدد غير الشرقيين نعم حقيقة عندنا نحن حوالي 15 مربع الآن هو مطروح يعني للاستثمار غير المربعات المنتجة يعني هذه المربعات هي المربع ده قدر ايش عشان المشاهد برضه والله يعني هو ما مساحه معينه بقدر ما هو الحدود حدود المربع دائما بيحكموا الطول والعرض لا بيحكموا الطبيعه الجيولوجيه للمنطقه أيوة نعم. الطبيعه الجيولوجيه للمنطقه بتبني الخطوط يعني او المربع يعني يختلف من من مربع لاخر بيختلف الاحجام بتختلف من مربع نعم. لاخر نعم. والاشكال ذاتها بتختلف من مربع لاخر نعم. يعني فهذه تقريبا حوالي 15 مربع مربعات خاليه
هي في مراحل مختلفة، يعني في مربعات عملوا فيها مساحات يعني جيوفيزيائية واستكشافية، وفيها بعض الآبار، في بعض المربعات فيها بها اكتشافات يمكن ما تكون تجارية في وقتها، بعض منها أصبحت تجارية الآن بحكم وجود المنشآت حوالينا الآن، وهكذا يعني في مربعات، لكن نعم. في شركاء مراحل جدد مختلفة. الآن يعني ممكن يكونوا مستثمرين في هذا القطاع والله ولا؟ كثير، يعني احنا بس في الاسبوع ده جاتنا شركتين، يعني جونا شركتين من شركة القحطاني من السعودية، وشركة أخرى اسمها الهلال، وشركة دانا غاز، دي في خلال الأسبوع يعني الحالي يعني. فكله أسبوع أسبوعين بتطرحوها في بيجونا. عطاءات ولا اتفاقيات مباشرة ولا اتفاقات ثنائية؟ لا نحن عندنا طريقتين، إما نخش في يعني تفاوض مباشر مع من يريد يعني الدخول في أي من المربعات، وعندنا طريقة ثانية يمكن استخدمناها مرة واحدة في العام 2012 اللي هو العطاء، بنطرح عطاء لمن أراد يعني أن يقدم في هذا العطاء، بعد ذاك نجمع العطاءات ونفرزها يعني. ودي طريقتين يعني، دائما بنخش نحن في التفاوض المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين، يعني الشركة الاستراتيجية نحن بنخش معاه في تفاوض مباشر، ونقعد نتكلم في كل الأمور اللي بتتعلق بقسمة الإنتاج وكذا. طيب السيد الوزير، يعني تمشي الحكاية. معروف أنه هذا الاستثمار في هذه المواقع والموقع لهذه المربعات والاستثمار في النفط عموما يؤثر على البيئة المحيطة، فكيف يعني في هذه الاتفاقيات التي وقعتموها أو ستوقعونها حماية البيئة وحماية الإنسان والحيوان والأشجار، يعني البيئة عموما داخل هذه المواقع كيف يتم التعامل معها؟ أنا السؤال مهم جدا. نحن طبعا البيئة دي نحن دائما عندنا بنقول في قطاع النفط البيئة هو مسؤولية كل فرد، يعني أي زول شغال في البيئة في قطاع النفط لازم يكون ياخذ كورسات يعني مكثفة جدا جدا فيما يختص بحماية البيئة، التعامل مع البيئة وهكذا. ده غير انه هو بيلوث برضك، فيه خطوره يعني في على السلامه المهنيه برضك بنهتم بها خالص. بتلقى دائما في ادارات عامه موجوده في كل الشركات بتهتم بهذا الموضوع. صح، البترول هو طبعا لو الواحد ما تعامل معه بصوره جيده ممكن يحصل تلوث وكذا، عشان كده وحتى يعني التلوث نحن بنحاول بقدر الامكان نقلل من التلوث اللي بيحصل مرات، يعني الكنترول ذاته ما بتكون هنا عندنا. بندفع فلوس كبيره جدا في حاله شركه النيل الكبرى لعمليات البترول، عندنا مشروع بيسموه البايو ريميديشن، انه بنستخدم المياه المصاحبه مع النفط في يعني استزراع يعني نوع معين من النباتات بيستخدم فيها هنا، وده بيحصل امتصاص من المخلفات بتاعت هو النباتات ذاتها، النباتات هي نباتات معينه بتمتص كل الحاجات السامه، يعني لو نزلت مويه للارض بتكون بتنزل هي صافيه، انا ما فيها اي يعني تلوث ممكن يؤثر على الحيوان او على النبات او على البشر يعني. ففي مجهودات كبيره جدا بتقوم في هذا المجال، فنحن بنهتم بحفاظ البيئه وحمايه البيئه والسلامه المهنيه اهتمام كبير جدا جدا، وبتلقى دائما في دورات مكثفه يعني لكل المستويات. طيب السيد الوزير، ايضا هذا يصاحب او بجانب الاهتمام بالبيئه الاهتمام بالمواطنين داخل هذه المربعات التي طرحت والتي الان هي عامله في اجال النفط، الخدمات التي تقدم، لانه هو زي ما بقولوا يعني صاحب الارض او صاحب الموقع مسؤوليه بتقع على زول الشركه او الدوله او الجهه المستثمره داخل هذه، فكيف يتم التعامل يعني سواء كان بتقديم هذه الخدمات للمواطنين داخل هذه الولايات او المربعات في مجال الصحه، في مجال التعليم، في مجال خدمات المياه، الطرق، ما الى ذلك. كيف يعني هل مخصص جزء يعني من هذه الاتفاقيات من هذا الريع ومن هذا العائد لصالح مواطني تلك المناطق؟ ايوه نعم، يعني نحن عندنا المسؤوليه الاجتماعيه دي برضه بنولي اهتمام كبير جدا، ويعني بنتكلم دائما عن الخدمات الاجتماعيه في مناطق البترول، وبنشتغل في المجالات اللي ذكرتها انت، في مجال التعليم، في مجال الصحه، مجال السقيا، المياه يعني والطرق. يعني في يعني اعمال كبيره جدا بتقوم، انا اقول لك بس في سنه 2016 قطاع النفط عموما كله يعني كله مع بعض كده صرف حوالي 15 مليون دولار في الخدمات الاجتماعيه في المناطق كلها، مناطق البترول. لانه نتكلم عن مناطق البترول بنتكلم عن المناطق اللي فيها انتاج، فيها حقول بتنتج، وايضا على طول خطوط الانابيب، يعني الخدمات بتقدم
هذه المناطق، خدمات صحية، خدمات تعليمية، مدارس، مستشفيات، مدارس، مستشفيات وكذا يعني. مويه، يعني نعم، رعاية بيطرية. ايوه، رعاية بيطرية، بنشيل ادوية هنا بدك يعني، ادوية وكذا في مع القوافل اللي بتكون متحركة وهكذا. يعني واحدة من المشاريع الكبيرة جدا اللي انجزناها نحن في 2016 هو مشروع سد شلانجو. هذا المشروع مشروع يقع يعني وين المشروع؟ ده في غرب كردفان. نعم نعم، في غرب كردفان. هذا السد هو سد ضخم جدا، والسد يعني اول ما يعني تم دراسته يعني وكذا كان في العام 1914، فهو يعني بعد 100 سنه انجز انجز هذا السد. والسد ده هو حسي البحيره اللي فيها بتكفي يعني لحوالي 20,000 نسمه، وبيكفي ايضا يعني طول العام ممكن يكون شغال هذا طول العام شغال. نعم. 20,000 نسمه، نعم. 100,000 راس، ويكفي برضك للاستزراع حوالي 20,000 فدان بالخضر والفواكه. نعم. طيب فيها الان عيال اذا كبيره كان جدا. هذه خدمات يعني، وهذا الصرف يعني 15 مليون مبلغ يعني دولار، 15 مليون دولار يعني مبلغ كبير جدا، لو صرف يعني ووظف بطريقه يمكن يعني يقدم خدمات لعدد من المواطنين. نعم. لكن اذا حسبنا العمليه الانتاجيه، الان انتم بتنتجوا 100,000 برميل نعم في اليوم، برميل. والدوله والسيد النائب الاول طالب ب 115,000، فهل يعني هذه المواعين الانتاجيه الان يمكن ان تصل 115 او 120 او 200,000 في مدى زمني محدد؟ نعم، ما دام نتكلم عن الانتاج نرجع للخلف شويه يعني. نعم. يعني قبل الانفصال كنا بننتج 450 إلى 500 ألف برميل في اليوم. نعم. بعد الانفصال صفينا على 120 ألف برميل في اليوم. بدأ الانتاج يتناقص طبعا مع مرور الزمن، بيحصل ما يسمى بالنضوب الطبيعي. نعم. وبعد النضوب الطبيعي في 2014 اللي هو دخل مسألة الأسعار المتدنية دي، فحصل انكماش في عمليات الاستكشاف والانتاج بالنسبه للمستثمرين في خلال السنتين المضت، بالاضافه الى بعض الديون الداخليه علينا نحن على يعني الحكومه السودانيه. يعني من 150 رجعت الى 120. 120 طبعا. نعم. الانفصال شال حوالي 3 ارباع اكثر من 80% تقريبا تقريبا. وصفينا يعني على ال 120، وبدا الانتاج يتناقص يعني. فنحن بنقول حسي الاوضاع اتحسنت. اول حاجه اصلا هي التحدي بيتمثل في حاجتين اثنين كانوا، اللي هو اسعار النفط النازله عالميا، بالتالي كل الشركات مهما كان حجمها دائما يحصل لها كذا شويه انكماش ويقلل من العمليات والنشاط الاستكشافي والانتاج وكذا. الحاجه الثانيه عندنا في ديون كبيره جدا جدا على الشركات العامله داخل السودان بتستثمر الان، برضك دي شويه خلقت لنا شويه تعثر كذا، ولكن الامور حسي تحسنت بطريقه ممتازه جدا. الاسعار بدات تتحسن عالميا، واحد. نمره اثنين، الان نحن عندنا تيم بيناقش مساله الديون مع شركه سي ام بي سي، وهي الشركه اللي عندها يعني جعل كبير من الديون، وجاتنا يعني اخبار يعني ايجابيه جدا في انه مساله الديون يعني تجاوزوها، وفي اليه معينه لاسداد الديون. يكون ثاني ما عندنا مشكله ان شاء الله في خلال هذا العام. كنا بنتحدث عن ال 115، ولكن باذن الله حنتخطى هذا الرقم باذن الله ان شاء الله. نعم. طيب الان لو تحدثنا عن الخط الناقل للبترول، لأن تحدثت عن خط النقل هجليج بورسودان، والآن وضع حجر الأساس لخط النقل المواد البترولية من الخرطوم لولاية الجزيرة. أهمية هذا الخط يعني، الجزيرة الآن ما بعيدة يعني، يمكن بالتانكر والعربات والقطار ينقل البترول. أهمية هذا الخط بين الخرطوم ومدني. والله هو طبعا خطوط النفط يعني عموما، او المشتقات ده خط بتاع مشتقات نفطيه، مشتقات نفطيه بتاع هجليده نفط خام يعني. نعم. نعم، هذا الخط هو جزء من خط طويل او شبكه موجود عندنا احنا في الاستراتيجيه بتاعتنا بتاعت النفط للعام 2017 ل 2020، ودي البدايه، دي ضربه البدايه يعني. احنا حاسين الخط حيمشي لحد الابيض، حيمشي بسنار، مشي بربك، ومن سنار حيتفرع على القضارف، ومن ربك حيمشي على القبيض. يعني تاني ما في تنكر بتاع وقود حيمشي يعني لقدام نحن ما احنا. لكن اقول لك حاجه يعني، هو حتى كان بس فضلنا على هذا الخط من هنا لمدني. انت من هنا لمدني يعني يعني لك ان تتخيل انه لو باستخدام هذا الخط واللي قطره 12 بوصه، انا استطيع ان اضخ 3000 طن في اليوم، او 3000 يعني بتصل في نعم كم ثلاثة ما فتحت بس كده
يعني ان احنا بنتكلم عن ناقله ممكن تمشي من هنا لاسمنو لمدن في 5 ساعات، نعم. لكن في 5 دقائق بس من المكتب للبلف والوقود تصل في مدني سريع جدا. بعدين تعرف وفي مخازن لهذه نعم حيكون في مستودعات هناك بني وكذا هنا لتخزين نعم، لكن في يعني فيها يعني ايجابيات اقتصاديه كبيره، فيها امان يعني ممكن نتكلم لحد نهايه الحلقه ما نوفيها. لانك تتخيل انت تتخيل يعني لو انت عايز تنقل 3000 طن ده انت بتتكلم عن 45 ناقله. شوف 45 ناقلة وقود طرق وطرق لساتك سبيرات وغيره وكذا وخطورة، نعم هذا الجانب جانب مهم جدا، جانب نعم. السلامة والحفاظ على البيئة والتحرب، يعني في تحريب يحصل برضك لو أنا أقدر أوصل القضارف من غير ما يعني هنا بيصل في وقته بيصل بالكمية المطلوبة. بعدينك الفاقد بالمناسبة في فواقد كبيرة جدا بتحصل يعني بفعل فاعل أو بالطبيعة، فهذه الفواقد ما بتكون موجودة بنقلل منها، فيها فوائد كثيرة جدا جدا اقتصادية بيئية وفيها بعد بتاع سلامة كبيرة جدا جدا. طيب وحتى الطرق ذاته لأنه الاستهلاك بتاع بعدينك دي مناطق منتجة، يعني أنت بتتكلم عن الجزيرة بتتكلم منطقة السنار والنيل الابيض دي كلها مناطق منتجه، وتتم شمال كردفان، وفي حقيقه تعال شمال كردفان الابيض عايزين نستخدمه نحن لنقل الفيرنس من محطه الابيض اقصد من مصفات الابيض لمحطه ام دباكر في كوستي او في ربك، لان هذه المحطه هذه يعتمد على الخام الجاي من الجنوب، لكن نحن عايزين نكون عندنا باك اب يعني عندنا بديل اخر جاهز لو حصلت اي حاجه. طيب على ذكر هذه الباك اب وعلى ذكر دوله جنوب السودان، نعم. الاتفاقيات مع دوله الجنوب تعديل هذه الاتفاقيات إلى أين يعني وصل الآن الاتفاق بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان فيما يتعلق بهذا النفط تحديدا؟ نعم، هي دي طبعا اتفاقية اللي بسموها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية ذات الصلة، تم توقيعه في ديسمبر 2013 لمدة 3 سنوات وانتهى في ديسمبر 2016، وبدينا نحن التفاوض حول هذا للتمديد، يعني مش تمديد فقط إنما برضك في الجزئية الخاصة بالترتيبات المالية الانتقالية، نعم. وتذكر كان في القرار رقم 132 في من الأخ رئيس الجمهورية في يناير فبراير من العام الماضي، نعم. عندما يعني حبطت الأسعار إلى حد يعني ما كنا متخيلون يعني أقل من 20 بالنسبة للخام بتاع الجنوب، نعم. فأصدر قرار بأنه يعيد النظر في طريقة الدفعية والآلية حتى لا يتأثر الجنوب بهذا الحبوط، يعني أقل بدأ من أقل من سعر النقل يعني كان النقل يعني. وكان كان 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 توجيه في وقت سليم جدا جدا، وقمنا نحن تحركنا مباشرة يعني في فبراير قدمنا العرض بتاعنا، وبعد ذاك بدأنا يعني نتناقش، ولكن الأمور في الجنوب كانت ما مستقرة واستمر النقاش حول الكلام لحد ما توصلنا إلى اتفاق في نوفمبر من العام الماضي، يعني قبل شهر من انتهاء الاتفاقية. وفي الحقيقة هو الاتفاقية نفس الاتفاقية غيرنا فيه بندين فقط، البند الخاص بطريقة الدفع فيما يختص بالترتيبات المالية الانتقالية، والبند الخاص بالفترة الزمنية. فتم تمديد الاتفاقية لمدة 3 سنوات أخرى، والآلية بقت أنه يعني سعر المال ده بالنسبة للخط الناقل؟ ده بالنسبة للخط الناقل بتاعت بترودار اللي هو من حقول فلوج في الجنوب إلى مواني التصدير في البحر الأحمر، نعم نعم. فده النقطة الثانية غير التمديد اللي هو المسائل الاقتصادية ذات الصلة، اللي هو في 15 دولار بيدفعوه بساط أي برميل في سبيل أنه يعني يسددوا الثلاثة مليار اللي اتفقوا عليه. فدي نحن يعني عملنا فيها تسهيلات أنه بناخد في كل يعني شريحة وقسمنا الشرائح، اذا كان سعر الدولار سعر البرميل بين 20 الى 30 حياخذ فيه نسبه معينه، من 30 الى 40 نسبه عاليه شويه، من 30 من 40 الى 50 نسبه عاليه شويه، لو الاسعار بقت اكثر من 50 يرجعوا يدفعوا ال 15 دولار يعني لانه بيكون في وضعيه كويسه مريحه يعني ممكن يدفعوا. فهذه البنود اللي تغيرها يعني بندين بس، يعني باقي البنود هي ظلت. طيب بتاخذوا خام ولا بتاخذوا هو ده الاتفاقية. في الاتفاقية بيقول لو يعني حكومة الجنوب ما سددت يعني لو أخفقت يعني في سداد الرسوم في وقتها بناخده خام. في مادة يعني موجودة مادة 6-1 هو بيعبر الأراضي طبعا السودانية إلى بورسودان اللي هو الخط الناقل
يعني ملك لحكومة السودان. هو ملك الحكومة السودان معه شركاء بنسبة ملك الحكومة السودان بنسبة 60%، باقي لسه الشركاء موجودين، الشركة الوطنية الصينية والشركات الأخرى أيضا موجودة يعني، ولكن حيقول للسودان بنسبة 95% بنهاية هذا العام يعني إن شاء الله 2017. نعم كويس مبروك. نعم. طيب بالنسبة للخط مدني الخرطوم نفذ بأيادي سودانية ولا؟ هذا شيء مهم جدا، هذا نفتخر به كثيرا. نعم. نحن طبعا أصل ال احنا بنسميها الاستراتيجية بتاعت إنتاج النفط البدا في 95. نعم. كان يعني من الحاجات المهمة جدا اللي اشتغلنا عليها هو توطين صناعة النفط في السودان، في تدريب الكوادر وفي كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدم يعني في مجال النفط. فحد الأنبوب أيضا فعلا طوله كم أول شيء؟ أول حاجة 220 كيلومتر، والقطر بتاع من الجيلي إلى مدني. نعم. من الناحية الشرقية يعني كوبري حلتوب. طوله 220 كيلومتر والقطر بتاعه 12 بوصة. برضو المواقع المغربية برضو بتقدموا نفس الخدمات اللي بتقدموها في. نعم حنقدم نفس الخدمات، بنعوض الناس برضو على على هناك، وفي لجنة شغالة من فترة طويلة جدا على الأراضي اللي حنمر بها. نعم. وفي لجان شكلت بين المواطنين وبين بيننا نحن الشركاء، لأن عندنا شركة خطوط الأنابيب السودانية. نعم. هذه الشركة هي اللي حتقوم بتشييد هذا الخط، وكمان الشركة اللي صنعت الأنابيب هي شركة جياد، ويعني قامت بعمل ممتاز جدا في أنه أحد المسألة هي ما سهلة يعني، هي ما زي أي مواسير يعني. نعم. دي عندها مواصفات عالمية يعني بسموها مواصفات الـ API، فهي يعني صنعت مواسير مطابقة تماما لمواصفات API وفي فترة زمنية قياسية ممكن نقول عليها. فكلها من تصنيع من أسفل إلى أعلى، لأنه الخرطوم والله يعني لا يهم ماهي. لا يهم يعني حصة العالة والهنا ده لا يهم يعني، محل ما يكون حتة عالية بيعمل له بوستنج بطرمبات بتناسب هذا العلو يعني. نعم. يعني في دراسات دقيقة جدا عاملينها كلها سودانية تخطي هذا. نعم هي كلها سودانية تصنيعا وتشييدا، واخيرا حيكون تشغيلا برضك عن طريق الخطوط الشركه السودانيه لخطوط الانابيب. نعم. كلها صرف سودانيين 100%. كويس والله. نعم. طيب زياره السيد رئيس وزراء بيلاروسيا للمشاركه في اللجنه السودانيه البيلاروسيه، العلاقات يعني تحدثت انت عن اسعار النفط عالميا والاستثمار في هذا المجال، كيف تنظر بدءا الى هذه الزياره في هذا الوقت بالذات؟ نعم هو هذه الزيارة طبعا بيلاروسيا هي دولة أو من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي قديما يعني. نعم. واستقلت في العام 1991 في أغسطس، وكانت في زيارة بدعوة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للأخ رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، كان في 2004. فبدأت الزيارة وبعد ذاك في آليات تكونت لدعم هذه التعاون والشراكات يعني بين البلدين. نعم. فتكونت لجنة وزارية مشتركة في العام 2006. نعم. برئاسة وزير النفط والغاز السوداني. وقتها وزير الطاقة والتعدين السوداني، ومن الجانب الآخر برئاسة وزير الطاقة، وانعقدت 3 دورات. آخر دورة كانت في أبريل من العام 2016. الحقيقة بين الدورة الثانية في 2014 والدورة الثالثة في 2016 في كانت يعني نشاط مكثف جدا. نعم. فهذا يعني حمس الجانب البيلاروسي أنه يعني يتعاون أكثر، وهم ينظروا للسودان كبوابة لإفريقيا. نعم. فهم يعني كين جدا انه يخشوا السودان ويبدوا عمل في السودان. فعلا بدينا ناسس لعمل كبير جدا جدا في مجال الزراعه وفي مجال الاليات الثقيله في شراكه مع جيات وبعض الشركات الموجوده في الجانب الاخر. الزياره يعني زياره ممكن يعني مهمه جدا جدا نحن في نظرنا في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي ايضا. هل هنالك اتفاقيات معده للتوقيع بينكم وبين نعم في حنوقع على 4 اتفاقيات، في اتفاقيه الصداقه بين السودان وبين بيلاروسيا، وهناك اتفاقيه برضه تتعلق بالكهرباء اسمه التعاون في مجال الكهرباء والتعاون في مجال الامور العدليه. نعم. هذه اتفاقيات حتوقع في خلال هذه الزياره مع مجموعه من مذكرات تفاهم حتتوقع، وجاي حقيقة مع الوفد حوالي 80 واحد يعني رجال أعمال ولا نعم فيهم رجال أعمال نعم في رجال أعمال، وحيكون في منتدى رجال أعمال مشتركة في حوالي 7 وزراء مع الرئيس مرافقين للرئيس، وزير الخارجية، نائب رئيس
رئيس مجلس الوزراء، وبعدين وزير العدل، وزير الطاقة، وزير الزراعة، وزير الصناعة موجودين ديل كلهم. حيكون برضك في لقاء خاص، في جلسة خاصة في المجلس الوطني، حيخاطبه الرئيس البيلاروسي بإذن الله. نعم، في البرلمان. طيب عودا إلى يعني اتفاقية فيينا وأسعار النفط العالمية. أول قبل ما أخش في الاتفاقية دي، استهلاكنا كم في السودان من عملية بتاعة النفط والغاز، والحوجة الاستيراد كم؟ والله احنا طبعا يعني بنقول حوجة السودان، بعدين بننظر نحن الانتاج المحلي كم، بعد ذاك بنعرف الفجوة كم. بنقول الحوجة كان حسبناه بالبراميل، البراميل الخام يعني، في حدود 120 ألف برميل يوميا. دي الحوجة، دي الحوجة. ونحن بننتج نحن حسي بننتج حوالي 100 يعني الحوجة نعم إلى حوالي 20. نعم 100 ألف برميل. حتى ال 100 ألف برميل ما بتكرر كلها هنا بسبب الساعات التكريرية. يعني احنا عندنا محدودية في الساعات التكريرية في مصفات الخرطوم، عندنا 90 ألف الساعة الكلية، 90 ألف برميل. يعني دار التوسعة عشان نستوعب يعني أكثر، ولكن نحن قمنا ببعض التعديلات اللي أو الإجراءات خلينا نقول، وبعض العمالة الفنية، رفعنا يعني إنتاج الغاز في المصفاة من حوالي 700 إلى 800 طن إلى 1100 طن، فقصرنا الفجوة يعني من غير ما نعمل توسعة، ودي بس فقط بخلط الخامات الموجودة عندنا والموجود الخامات الجاية من الجنوب، فأدتنا مردود كبير جدا جدا، فقللنا نحن العجز أو الفجوة، قللناه لحد كبير جدا. عندنا المنتج حسي كفايتنا من الغاز بيصل لحد يمكن 85%، في عجز بتاع 15%. في الجاز، في الجازولين عندنا العجز لسه في الغاز كم؟ حوالي 15%. وفي غاز بنستورد، صحيح يعني بنستورد، ما بتقدر يعني ما عندكم مواعيد تخزينيه لهذا عمليه الغاز؟ لا لا، احنا عندنا المواعيد التخزينيه موجوده. ما طيب ما بتحصل فجوه دائما لما يكون في صيانه في المصفى؟ ايوه نعم، لانه احنا الاستهلاك مدعوم بالمنتج اليومي، فلما نجي في المصفى هيكون في فجوه كبيره، لانه ما في مواد تخزينيه عشان تخزن الغاز لحد ما تطلع العمليه بتاعت الصيانه. هي طبعا في مواعين تخزينيه، ونحن فعلا بنخزن، لكن دائما المساله ما يعني هي لازم يكون في استيراد طوال يعني باستمرار مستمر. انتوا بتعالجوها كيف العمليه اذا كان المواعيد التخزينيه يعني ما بتكفي لتكرير 115 او 100 الف برميل في اليوم؟ كيف يتم المعالجه؟ هي المعالجه بتتم عن طريق استخدام ما يسمى بالكاتاليست، المواد الكيميائيه دي. لا يعني في تصدير يعني المواد خام ولا ما في تصدير؟ ما بتكرر داخل المصنع؟ نعم، من الخام تقصد؟ الخام نقصد. لا بنصدره نحن، بنصدر، ما بنصدر، ما بنخزن يعني، بنصدر لانه ما عاملين مواعين لل. طيب اذا رجعنا الى بيلاروسيا، يعني دوله بعيده في اقصى الشرق ونحن هنا في السودان، المتوقع شنو من هذه الزياره؟ هي طبعا زي ما قلت لك زيارة فيها أبعاد يعني سياسية، وعندها أبعاد اقتصادية، بتتمثل في أنه روسيا أو بيلاروسيا بتمتلك تكنولوجيا متقدمة جدا جدا في الآليات الثقيلة. نعم، يعني النفط ممكن استكشافات النفط برضه عندهم شغل في النفط، لكن دائما هي مشهورة بصناعة الآليات الثقيلة. أيوة. وفي مجال الزراعة برضه ممتازين حقيقة. في اتفاقية برضك يعني موقعه بين 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 السودان وبين في مجال التعاون الزراعي، وكان في زياره لوزير الزراعه في العام الماضي لبيلاروسيا، في المدخلات الزراعيه فيما يخص بالمكننه وفيما يختص بال يعني كل المسائل اللي بتساعد في الزراعه، هي كلها يعني بتنتج في بيلاروسيا. يعني لازم طبعا يعني في اتفاقيه فيينا وهبوط نعم اسعار النفط او ارتفاع هذه، السودان يتاثر بلا شك يعني بالانخفاض والارتفاع. نعم، السودان عضو في اتفاقيه منظمه اوبك ولا ما عضو؟ ولا لا مراغب؟ لا، هو مراغب كان. نعم، يعني وحتى يعني ما في حضور مستمر او دائم في. نعم، في الاجتماعات وكذا، لكن احنا قدموا لنا دعوه في الشهر اللي قبل الماضي. نعم، في فيينا مشينا شاركنا في الاجتماعات، وهذه الاجتماعات كانت بترمي الى يعني التحدث الى المنتجين خارج اوبك، وعايزين مساهمتهم بالنقاش بالفكر وكذا، وبما يعني الاليه اللي تبنتها دول اوبك في انه يقلل الانتاج او التصدير يعني. ففي كانت حوالي 11 دوله بقياده روسيا خارج هذا المنظمه شاركوا في هذا الاجتماع. كم في المية من الانتاج الكلي العالمي؟ حوالي 30 32%.
من كل ولكن نعم ده اوبك، ولكن اوبك يمتلك حوالي 70% من المخزون العالمي، لكن في الانتاج هو يعني حوالي 30% 32%. طيب الشيء في يعني كوزير وكمختص يعني ليه اسعار النفط دائما ما تنخفض وترتفع فجاه كده يعني من 100 الى 50 الى 20؟ هو توقف على العرض والطلب يعني يعني اذا طبعا بينطبق عليه دائما العرض والطلب. مرات الناس يتحدثوا عن نظريات مؤامره يعني مرات الناس تتلاعب في السوق ويحصل يعني يعني ممكن تقول عرض كبير جدا جدا في السوق، ولكن الحاله الاخيره دي هي حاله مربوطه بتكنولوجيا زيت الصخر اللي هو تكنولوجيا امريكيه اللي خلى انتاج الولايات المتحده يرتفع بصوره كبيره جدا، وبالتالي بقى يعني الولايات المتحده استيراده للخام قلت. استهلك كم الولايات المتحده من الانتاج اللي بتستورد من المنظمه؟ يعني استهلاك 8 مليون 7 مليون والله هو استهلاكه ارقام يعني ما بتكون، لكن بس انا اقول انه الولايات المتحده كانت لانه استلم على 1080 العرض والطلب. ما هو حصل شنو؟ الولايات المتحده كانت الولايات المتحده كانت بتنتج حوالي 8 مليون برميل في تقريبا 2008 2009، وقفز انتاجه لحوالي 10 11 مليون برميل في 2013 من انتاجه من زيت الصخر. وبالتالي هذا الفرق في الرقم يعني 8 مليون برميل ده كان بيسترد بغض النظر عن هو كان بيستخدم كم، يعني ده كان بيستورد من الخارج، وبالتالي بدا يعني هذا طبعا حيمشي اسواق اخرى. وحيحصل يعني ما تقول يعني فائض في العرض وده بيأثر تأثير على الأسواق. يعني سببه ما كان سبب مباشر انه هو العرض، انما كانت التكنولوجيا كان هو وراء هذا. طيب كيف عالجت اتفاقية فيينا هذا الخلل؟ والله اتفاقية فيينا لانه كان هم الاختصاصيين رأوا انه لو ما حصل انخفاض في الانتاج بحوالي 2 مليار برميل لا يمكن ان يكون له اثر، يعني اي تخفيض تتكلم عنه اقل من هذا يعني يقل اقل من مليار و800 مليون الى 2 مليار هو بيكون مؤثر، لكن اي حاجه اقل من كده بيكون مؤثر. طبعا الدول اوبك الدول بس استكمل الحكايه دي لانه اوبك هي دول اوبك اتفقت على انه تنقص من الانتاج حوالي مليار و200 مليون سوري ما مش مليون تقريبا ايوه نعم مليار و200 الف دي ما كانت كافيه، فكان لابد ان يعني تدخل دول ثانيه وهي الدول اللي هي خارج المنظمه بانه تشارك بتخفض حوالي 600 الف برميل. فالدول خارج اوبك هي ساهمت بان تخفض انتاجها فيما جملته حوالي 600 الف برميل يعني. نعم. طيب لكن الدول دي طبعا لانه احنا الزمن يمكن على نهاياته، اذا طلعت من السوق ما حتلقى سوق اخر، اذا خفضتها وانسحبتها من السوق اكيد في ناس 70% اللفه حول العالم دي حتكون يعني هي البديل الجاهز في هذه الاسواق. هل يعني استجابت الدول لتخفيض عمليه الانتاج بالنسبه لدول اوبك؟ ايوه نعم، هي طبعا الاتفاق هو بيبدا الامبلمنتيشن بتاعه في يناير 2017، واعتقد ونحن حس اليوم يوم 11 بنعتقد انه الدول ملتزمه اوبك التزمت بانها في الحقيقه هي ليست مليار انما مليون و200 الف. اوبك التزمت بانها تخفض مليون و200 الف، ودول الدول خارج اوبك بما فيها السودان يعني كلهم مع بعض التزموا بانه يخفضوا 600 الف، فكلها مع بعض كده هو مليون و800 الف. طيب يعني عوده الى السودان وتدشين وزاره النفط لكتاب النفط ومصادر النفط السودان، لو والمشاهد يعني احنا في ختام هذا البرنامج وفي بدايه عام جديد 2017 دارين نعرف المواقع المأموله والمحتمله لوجود هذا الذهب الاسود فيها، يعني هل هذه السلعة وهذا النفط مبشر وعملية ممكن أن تكون عملية إنتاجية وعملية تحقق ربح يعني تعادل ما يستورد السودان يعني وتعمل يعني موازنة في ميزان المدفوعات بالنسبة للصادر والوارد؟ نعم، التحديث عن الكتاب، هذا الكتاب اللي هو كتاب جيولوجيا البترول ومصادر النفط في السودان،
كتاب يتحدث عن كل يعني منطقة في السودان، يعني في مناطق صح فيها بترول وفيها بينتج بترول، في مناطق بدأ فيها الشغل عن البحث عن البترول، وفي مناطق فقط شواهد جيولوجية بتحكي عن أنه ممكن يكون في بترول هنا، فهي غطت كل مناطق السودان. السودان غني بمصادره والموارد بتاعته، حتى لو فقط تحدثنا عن المربعات المنتجة، المربعات المنتجة دي لو يعني اتعمل فيه عمل بمستوى معين بأنشطة معينة نحن عارفينها تماما، لو يعني هذا العمل توسع شوية هو يكفي للسودان وممكن يصدر، ناهيك من ال 15 مربع اللي حكينا عنه قبل انه دي مربعات خالية يعني معروضة للاستثمار فيها. فقط المربعات المنتجة الآن لو فيها عمل يعني يعني شوية توسع في الأنشطة نستطيع أن ننتج ونصدر أيضا يعني. أدركنا الوقت السيد، كلمة أخيرة يعني السيد دكتور محمد زايد عوض وزير النفط، بالنسبة للمشاهد السوداني الموجود في مواقع الحقل والموجود يعني المهندس العامل الذين يعني يؤمل عليهم يعني بالنهوض يعني بهذا القطاع قطاع النفط وبتغطية ما يحتاج السودان وسد العجز في كثير جدا من الحاجات التي يحتاج السودان يعني سواء كان في مجال الغاز في مجال البنزين في مجال الكيروسين في مجال يعني كلمة أخيرة لهؤلاء. الله شكرا جزيلا على الحديث السانحة. يعني أنا زي ما ذكرت أنه قطاع النفط السودان بلغ فيه حوالي 95% الآن، والشباب الشغالين في الحقول الآن يعني أكاد أقول كلهم سودانيين. نعم. وهم بيقوموا بعمل كبير وجيد جدا، وحقيقة الشيء اللي بيقوموا به هو نتاج لدعم كبير جدا جدا قدمته يعني الحكومة لهؤلاء الشباب فيما يختص بالتدريب. نعم. لأنه هناك في اتفاقيات قسمة الإنتاج هناك يعني بنود صريحة يعني واضحة جدا جدا تتكلم عن التدريب وتركز على التدريب. نعم. تدريب الكادر السوداني، وكان في برنامج بتاع إحلال ما يسمى بالسودنة، سودنة الوظائف. نعم. البرنامج مشى بصورة ممتازة جدا جدا، وهم الآن والله يؤدون عمل كبير جدا جدا. يعني إحنا لو مسكنا واحدة من الشركات أو واحدة من المنشآت اللي قالت للحكومة خط أنابيب حجلي، هذا الخط يعني الأرباح فيها حسي يمكن تكون 3 أمثال الأرباح لما كانت هي عند الشريك الأجنبي. شكرا جزيلا لأخ الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط، كنت معنا.